برنامج ونهار ترندينج يرحب بكم مشاهدينا، هو إطلالة على عالمكم الافتراضي، نرصد لكم فيه تفاعلاتكم على أبرز الصور والفيديوهات المتداولة على الفيسبوك، يوتيوب، انستغرام وحتى تويتر. كالعادة مشاهدينا نستهل عدد اليوم بالهاشتاج الأول، الإعاقة في الفكر وليس في الجسد. مشاهدينا، أثبت العديد من ذوي الهمم في الجزائر وحتى في العالم أنهم قادرون أو قادرين على تحقيق أو تطبيق هذه المقولة على أرض الواقع، واستطاعوا بالتحدي والعزيمة أن يصنعوا من إعاقتهم نافذة تطل بهم نحو المستقبل. ومثال على ذلك الشاب عبد النور مداحي المعروف باسم إسكو مداحي، هو صانع محتوى سياحي. نعم مشاهدينا، عبد النور استطاع أو تحدى إعاقته واستطاع الوصول إلى أماكن صعبة، آخرها أعلى قمة، ثالث أعلى قمة في الجزائر، قمة لالا خديجة. مشاهدينا نترككم تتابعون هذا الفيديو الذي صنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم نعود إليكم. والآن مشاهدينا نستضيف معنا عبد النور ليحدثنا أكثر عن هذا الإنجاز. طبعا أهلا بك عبد النور في برنامج النهار ترندينج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكركم على استضافة تحكم النهار. إيفر ميرسي بيان. العفو. أولا أهنئك على تحقيق هدفك والوصول إلى ثالث أعلى قمة في الجزائر، طبعا حققت ما عجز عنه الملايين من الجزائريين، لو تسرد لنا كيف كانت البداية أو فكرة انطلاقك لتحقيق هذا الإنجاز، تفضل عبد النور. نعم بالطبع، يعني هذا الإنجاز كان يعني أبلون تاع 4 أشهر من التخطيط بأن نلحق هذه القمة ونلحق هذا الهدف الأوبجيكتيف، وين خططنا لها أنا وأصدقائي اللي فوالا درنا كاع واش كان لازم باش نحقوا ديك القمة، الهدف تاعنا فوالا درنا الخطة تاعنا البلون تاعنا ودخلنا على ربي، وين كان وفقني ربي وين حقت حتى القمة ثم في الفوق كاع. طبعا عبد النور، تسلق الجبال والوصول إلى أماكن صعبة يحتاج إلى الكثير من الوسائل، ما هي الوسيلة التي اعتمدت عليها في مغامرتك هذه؟ خابياً، يعني من الوسائل الأساسية ونعتبرنا جد أساسية، يعني هي الإرادة، يعني هي الصح، هي كلش، يعني بالإرادة تروح يعني بالإرادة، ومع دمور الإرادة يعني كان لازم منا كما نقول إحنا يعطي تاعنا، كان نسحقه كما نقول إحنا ديفات مو أمبيرمير وين مدخلك شنو بارك بتاعدك بارك نحتاجه كما ليكورد دينا ليكورد ونسي جامي وين بارك نحقه وين بلايس وين بارك ساسبي قادر ما وين نتلقوا فيها ممكن لازم نحتاجوا ليكورد الادويه كيما الادويه اللي غلطت تاعنا اللي مديناش بالك الادويه سيكو كوين مرضنا صاحبنا ميبا، هذا هو المطريه كاع واش اللي ديناه ووفقنا بربي وطلعنا به، يعني هذا هو المطريه الوسائل فورا. وهل واجهت صعوبات عبد النور، وهل كان هناك اشخاص ساعدوك في هذه المغامره وهذا التحدي؟ نعم كونسانو هذه الحاجة سيكو كنا فريق يعني تاع 4 أشخاص وأنا واحد منهم. في هذاك الباركور ديون قاعدك الباركور يعني كنا وين ذا يكمل هذا، ثم كنا قاع نتعاونوا ما بين بعضنا وبيان سير كي يعاونوني جوغ من ذاك يردوا لي ساكادو من ذاك ينقصوا عليا من ذاك، ثم المساعدة لازم تكون، وفي أي يعني في أي رحلة كيما هكا بالك شاقة وتاع ساكا تاع قمة ثم لازم تكون مساعدة، وكانت لازم تكون بيان سير. طبعا عبد النور، أنت الآن أو اليوم مثال حي لشباب من ذوي الهمم الذين حققوا حلمهم وهدفهم، طبعا ما هي رسالتك للناس أو المشاهدين الذين يتابعوننا الآن؟ رسالتي لهم أنهم خاصة الفئة التي تمتلك مواهب. عفوا عبد النور. نعم بالطبع، يعني الناس كما كان أني نوجه لهم رسالة بشد لغة، يعني أنهم يكون عندهم هدف، يعني ما عندك موهبة ما عندك هواية، يعني أنك تطورها دائما ودائما فيها يعني وداوم عليها ودائما تكون يعني كرياتي فيها، وهذه يعني تتم أنك جوغ الحاجة الأولى اللي بالك كما نقولوا السلاح تاعك الأول هي الإرادة، بالإرادة يعني تحقق واش اي حاجه اللي بغيت تحققها تحقق لها، يعني هذا هو الرساله تاعي ليكم لكم تشوفوني دروك سيكو الاراده. كلمه اخيره عبد النور.
يعني كريم الاخير شكرا على الدعم. قلت لقيته من لقى الجماهير من لقى الناس من لقى الشعب الجزائري. وبغيت نقول لكم باللي دعموا ماكسيموم فيسلي ماكا باسكو زيد الدعم يعني معنويا حاجه تخليني باك نزيد ندير دي دي في اكثر واكثر واكثر. وهذه يعني نشكركم بزاف على الاستضافه تاعكم ونشكر على الدعم هذا قال تلاقيته من كاع الشعب الجزائري. يعني ان شاء الله الدعم الاولى ان شاء الله. لا العفو عبد النور، المزيد من النجاح. اذا شكرا لك. وبهذا مشاهدينا ننتقل الى التعليقات وكيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو عبد النور. اذا مشاهدينا التعليقات جاءت كالتالي. اسمى تقول نعم الاراده تصنع المعجزات، وبهذا الاخ عبد قدم لنا درس مفاده اسعى بنفسك لتحقيق ما تريد بالتوفيق له. وفي تعليق آخر من حسن يقول الإعاقة تبقى إعاقة العقول، أما الإرادة فتصنع بها المستحيل، تحيا لكل شخص يؤمن بنفسه ويسعى لرسم طريق حياته. وفي آخر تعليق مشاهدينا من رشيد يقول ما شاء الله عليك أحسنت صنعا، وإن شاء الله تحقق كل أحلامك لأنك مثابر ولديك إرادة وعزيمة. إذا مشاهدينا كانت هذه أبرز التعليقات، وصلنا وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار تريندينج. شكرا لكم.